السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 94 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي دو ليكتور، يعني أنشطة القراءة. لي سيلاب اللي غنهتموا بهم هي ات ال اس ات ال اس. جو ريبير جو كولوري ات اس ال. اذا في مش منهم في مش ات و اس و ال غادي نلونهم ونقراهم. لا كاشيت لا كاشيت يعني المخبأ. لا كاشيت المخبأ، البلاصه اللي كيتخباو فيها. لا كاشيت اذا كاين ات دونوها. لا كاشيت المخبأ. لا ميتريس اس هي لا ميتريس هي المعلمه. هنا ال هي هنا لا سوتريل. لا سوتريل هي الجراده، هي بلاله ديك اللي كتكون كتنقز. لا سوتريل ال سوت داكشي سميناها لا سوتريل كتقفز. جراد هو الجراد راه معروف البلال كنقولوا كي اللي كيسميه البلال. لا فورشيت ات فورشيت هي الشوكه، هي الفورشيطه عندها ثلاثه ديال السنان كناكلوا بها الشلاضه. لا فورشيت ال لا بيل لا بيل هي الباله اللي كيخدموا بها البنايه. لا بيل لا كاريس اس لا كاريس المداعبه. المداعبه هي مثلا الام كتشد ولدها وكتبقى تدوز يديها على يديها على شعره وكتدوز يديها على لحمه، هي المداعبه لا كاريس. لو طابوري ما فيها حتى وحده. لو طابوري طابوري هو داك المقعد اللي كيكون طويل شويه، مقعد غير صغير وكيكون طويل ما عندوش تكايات ولكن كيكون طويل وغالبا كيكون مدور، كيكون اما كتقراو به في دوك لي سال ديال الفيزيك وديال السيونس وديال داكشي، او كيكون في محلابات ما كتلقاه طابوري طويل عنده ثلاثه رجلين وطويل ومدور الجلسه ديالو مدوره طابوري. لا تريس لا تريس هي الضفيره اس الضفيره اللي كيكون عند البنات ضافرين شعرهم، ديك الضفيره كتسمى لا تريس. لا تير ما فيها والو. الارض لا نوفيل الجديده ما فيها والو. لو بولي الدجاجه ما فيها والو. اذا هادو اللي ما لوناهمش راه ما فيهمش دوك المقاطع الصوتيه اللي كنقلبوا عليهم اللي هما ات و اس و ال. واضح. نمر الى السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 شنو المطلوب؟ قالك جولي لي مو اقرا الكلمات. جو بار لانتري ونشطب على لانتري يعني الكلمات الداخله الكلمه البرانيه اللي ما كتشبه لهمش. مثلا نقراوه عيبان فينا الكلمه الداخله. اليمات اليمات هي الوقيت او شي حاجه كنشعلوا بها النار. برويت برويطه اللي كنهزوا فيها عند دار ويضه وحده وكتدفع بجوج يدين نحطوا فيها الثقل. برويت كيديروا البنايه برويت. كاغاس كاغاس هي اللمسه اللمس كاغاس. اسيت اسيت هي طبسيل. اذا فينا هي نمشي بحالهم هانت اليمات ات بوات ات اسيت ات هنا كاغاس اس. اذا هذه اللي ما صالحاش كاغاس هي المداعبه. غازيل الغزاله غازيل. اشيل السلم سلم اللي كيطلعوا به الصباغه. اشيل ماغيل ماغيل هي اللعبه ديال الشريطه الحجله. كاسكيت كاسكيت هي الطربوش كاسكيت. اذا فينا يعني ما كتشبهش غازيل ال اشيل ال ماغيل ال كاسكيت ات. اذا هذه اللي ما صالحش كاسكيت. ثم عندنا تريس الضفيره. كاشيت المكان المخبأ شي بلاصه كنتخباو فيها. ريشيس الغنى شي واحد لاباس عليه. لا ريشيس ان ريشار ان ريش والثروه ديالو واش كتسمى الغنى كتسمى لها ريشيس. هنا ادريس ادريس هو العنوان. اذا تريس اس ات ماشي بحالها. ريشيس اس ادريس اس. اذا هذه اللي ماشي بحالها كاشيت اللي هو لانتخي في هاد لا ليست هادي. واضح. نمر الان للسؤال رقم 3 نشوفوا ما هو المطلوب في السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 شنو مطلوب منا؟ قال لك جو كولوري لون ات ولا اس ولا ال فيما لقيناها.
واضح. اذا عندنا اي ات مطلوبه منا، اوس ال مطلوبه ها هي، ات ما مطلوباش، اول لا، ال مطلوبه، اس لا، ات لا، اس مطلوبه ها هي اس، ثم ال كاينه، ات لا، ات لا، اي لا، اس اولل لا، ات لا، ات مطلوبه ها هي، اس اس لا، ات لا، اس ها هي، اس ات، ال ات، ات مطلوبه ها هي، ات عاود، اس ال ها هي. واضح. اذا كاع لي سيلاب اللي مطلوب منا حنا لوناها. نمر الان السؤال الموالي هو السؤال رقم 4، نشوفوا ما هو المطلوب. السؤال رقم 4 يقول، قال لك جو لي لي مو، اقرا الكلمات، اون دوفينات، دوفينات هي اللغز، دوفيني كيقولك دوفين يعني حزر فزر، قلنا هذيك الحاجه شنو هي، مثلا كتعطي شي لغز وكتقول له يلا عرف لي شنو هي هذه، هذه هي لا دوفينات، اون دوفينات، فزوره، لا غازيل غزاله، لا فيتيس السرعه، لا فيتيس، ليغونديل، ليغونديل هو طائر السنونو، السنونو هذيك اللي كتعشش في الديور، الخطيف السنونو، دي لونيت نظاظر، دي لونيت، اون كاريس، اون كاريس هو لمسه، هي هذيك المداعبه، اون كاريس، لا فيسيل، لا فيسيل الخيط، شي خيط ولا شي سلك، لا فيسيل، لا سوتريل، لا سوتريل هي ديك البلاله، جراده، جراده اللي كتاكل الزرع وكتاكل ديك نوار الشمس، لا ميتريس، لا ميتريس المعلمه، لا كاسكيت، لا كاسكيت طربوش، لا ماغيل هي شريطه الحجله هي اللي كينقزوا فيها الدراري الصغار، لا ماغيل بحال هذه، هذه هي لا ماغيل شريطه، لا ميتريس هي هذه الاستاذ المعلمه. واضح. ثم دابا نشوفو نعاودو نقراوهم، اون دوفينات، لا غازيل، لا فيتيس، لي رونديل، دي لونيت، دي لونيت، اون كاريس، لا فيسيل، لا سوتريل، لا ميتريس، لا كاسكيت، لا ماغيل، لا ماغيل. نمر الان السؤال رقم 5 نشوفوا شنو مطلوب في هذا السؤال. قال لك في السؤال رقم 5 جو لي لي فراز، اقرا الجمل، فين هما لي فراز؟ هما هادو، لا فيات او لونيت جو ا لا ماغيل، قالك البنيته لا فيات او لونيت اللي عندها النظاظر او لونيت جو تلعبوا، لا ماغيل هي الحاجه لا شريطه، je mange انا اكل، je mange l'omelette هو البيض مقلي، l'omelette avec بواسطه une fourchette، بواسطه واحد الفرشيطه الشوكه، la maîtresse، la maîtresse a يعني عندها a de belles tresses، عندها ضفيره زوينه de belles tresses et porte وكتلبس de grandes lunettes، كتلبس نظارات كبار، de grandes lunettes. وكما كتشوفوا هذه الصفحه 94 كملناها الى اللقاء.